أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. مشاهدي الكرام، مشاهدي القناة الثانية، أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم ورتل القرآن ترتيلا. نبدأ هذه الحلقة بحول الله وقوته بآيات بينات من الذكر الحكيم، ثم بعد ذلك نبدأ بالتعليق على الآيات بروايتي الإمام ورش وقالون عن نافع، وكذلك برواية الإمام حفص عن عاصم، ومعنا الطالب محمد لمين عبد الله والطالب علي محمد فاضل. لنبدأ مع الطالب محمد لمين عبد الله برواية الإمام قالون عن نافع، فليتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. صدق الله العظيم. طيب، بارك الله فيك. تلاوة ما شاء الله كانت تلاوة جيدة ومباركة. نتحول إلى الطالب علي محمد فاضل، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار.
ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصير. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. صدق الله العظيم. طيب بارك الله فيك، تلاوة ما شاء الله جيدة ومباركة. الآيات تبدأ من قول الله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. إن وغن ميما ثم نونا شددا وسمي كلا حرفا غنة بدأ. أما الغنة، الغنة الصوت الذي في الميم والنون يخرج من خيشوم. إن في خلق السماوات، السماوات في الجمع الأنثى تضم مكسر أخرى أو حرفين زد واشتد لفرض وحليف وبنات نحل طور لنعام أولاد لا فرض ضس جنات الشورى السيئات تنافل وما أول سوى وراسيات يابسات باسقة. السماوات قاعدتها في الجمع الأنثى. أما ال فهي ال المضامة التي تسمى بال الشمسية للام الحلاني قبل أحرفه ولا ما يظهرها فلتعرفه قبل أربع إما عشرة خذ علمه من أبغي حجك وخف عقيمه ثانيهما عظامها في أربع وعشرة عظم ورمزها فعي طيب ثم صر رحما تفوز ضف ثاني عمدع سوء ظن زر شريفا للكرم واللام لولا سميها قمرية واللام الأخرى سميها شمسية وأظهر أن لام فعل مطلقة في نحو قلنا عم وقلنا والتقى. إن في خلق السماوات والأرض، والأرض حركة الهمز لورش تنتقل للساكن الصحيح قبل المنفصل أو لام تعرف حل الشاهد أو لام تعرف وفي كتابية خلف ويجري في الضغام مالية. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. واختلاف الليل والنهار رواية ورش ما رواية نعم قالون والإمام حفص. واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. ما لآيات فالمد هنا مد بدل طبعا وبعد همز للجميع وبدلت إلا أن الإمام ورش رحمه الله يزيد في ذلك المد وله فيه ثلاث وجوه: الإشباع والتوسط والقصر والمعمول به التوسط مقداره ثلاث حركات. وبعدها ثبتت كما قال ابن بريان رحمه الله: وبعدها ثبتت أو تغيرت. أي إذا ثبتت الألف بعد الهمزة أو تغيرت الهمزة بسبب نقل الحركة كيمنا منوتية. وبعدها ثبتت كيف آمنوا أوتوا أو تغيرت كيمنا منوتية إلى غير ذلك. عفوا. وبعدها ثبتت أو تغيرت فاقصر وعن ورش توسط ثبت ما لم تكن الهمزة ذات الثقل بعد صحيح ساكن متصل فإنه يقصره كالقرآن ونحو مسؤولا فقس والضمآن ويا إسرائيل ذات قصر هذا الصحيح عند أهل مصر. لآيات لأولي الألباب، لآيات لأولي الألباب. الألباب بتحقيق الهمزة للإمام ورش للإمام حفص والإمام قالون. أما بنقل الحركة للباب فهي رواية الإمام ورش عن نافع: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض قياما. هذا طبعا من جمع النظائر: بالنصب حسبانا سراب لميهات شاهد فراشا وقياما تيزال. القيام إذا كان بالنصب أو وصل إلى التاء يكون محذوفا وإلا فهو ثابت قياما وقعودا محذوفة.
عكسها فإذا هم قيام ينظرون من قيام وهكذا. كذلك ما يصل إلى التاء قيامة فهو محذوف. قياما وقعودا وعلى جنوبهم. قياما وقعودا وعلى التنوين هنا قبل الواو حكمه لضام الناقص، ولضامه في اللغة هو الإدخال والمزج. يقال وضمت اللجام في فم الفاس إذا أدخلته فيه، وضمت الميت في اللحد إذا جعلته فيه. أما في الاصطلاح فهو التقاء الحرف الساكن بالحرف المتحرك بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا من جنس الثاني. فإذا جاء بعد النون الساكنة أو التنوين حرف من حروف الإضام الستة المجموعة في كلمة يرملون، فحينها تضم النون الساكنة أو التنوين في ذلك الحرف، لكنها الإضام ينقسم إلى قسمين، منهما هو ناقص ومنهما هو تام. فالإضام الناقص حروفه أربعة مجموعة في كلمة ينمو، والإضام التام له حرفان فقط اللام والراء، لكن يمنع الإضام إذا جاءت النون الساكنة مع حرف من حروف الإضام في كلمة واحدة. وقد حصل هذا في القرآن في أربع كلمات فقط، وهي الدنيا بنيان مرصوص، صنوان وغير صنوان، قنوان دانية. وهنا يمنع الإضام كما قال ابن بري، وتظهر النون لواو أو ياء في نحو قنوان ونحو الدنيا، خيفة أن يشبه في إضامه ما أصله التضعيف والتزامه. والتضعيف كما هو معلوم عند أهل الصرف هو تماثل العين واللام، أحيانا يكون مضاما وأحيانا يكون غير مضام. فغير المضام مثل حي وعي، والمضام مثل عض ومص أصلها عض فاعل وهكذا. وقد أشار له الحسن الزين رحمه الله بقوله تضعيف ثان، وأن الياء آخره وعنه كالوقوع قل ما نقلا، وهو لمعنى عليه من يقوم به مجبول، أو كالذي عليه قد جبلا، وجاء ثالثها مطاوعا ويجيم من لزوم ونقل عن بنا فعلا إلى آخر ذلك. فهنا قياما وقعودا وعلى التنوين هنا قبل الواو حكمه الإضام الناقص. وعلى جنوبهم ويتفكرون، جنوبهم ويتفكرون، الهر ميم قبل الواو وكذلك قبل الفاء. احذر لدى واو وفاء ان تختفي لقربها والاتحاد فعله لقربها من الفاء في المخرج ولاتحادها مع الواو في المخرج. وهذا الاظهار يسمى عند اهل التجويد بالانفكاك، والانفكاك عرفوه بان حده الاظهار، والانفكاك حده الاظهار. لذلك وعلى جنوبهم ويتفكرون، قل لا نقول على جنوبهم ويتف، هذا خطا. هذه ليست من حروف القلقلة، وإنما حروف القلقلة خمسة: القاف والطاء والباء والجيم والدال، على مراتبها الثلاثة: قلقلة كبرى وقلقلة وسطى وقلقلة صغرى. أما الميم إذا كانت ساكنة قبل الواو أو الفاء تظهر، وهذا الإظهار يسمى بالانفكاك، لكنهم عرفوا حده بأن حده الإظهار، والانفكاك حده الإظهار. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ويتفكرون في خلق، طبعا يتفكرون فاء من حروف الهمس العشرة، فحثه شخص سكت، فحثه شخص سكت. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، رواية ورش، ما رواية الإمام قالون والإمام حفص. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. طبعا هنا الأحكام في الرواية الثلاثة هنا تتفق في هذه الكلمات: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. فهنا باطلا سبحانك تنون قبل السين حكمه الإخفاء، والإخفاء في اللغة هو الستر، يقال أخفى الشيء إذا ستره. أما في الاصطلاح فهو حالة متوسطة بين الإظهار والإضام، عار من التشديد مع بقاء الغنة. فإذا جاء بعد النون الساكنة أو التنوين حرف من حروف الإخفاء الخمسة عشرة، والتي ذكرها صاحب التحفة في أوائل كلمات هذا البيت، حيث قال رحمه الله: صف ذا ثناك مشاد شخص قد سماد طيبا زد في تقنضى ظالما.
وقولهم بأنه حالة متوسطة بين الإظهار والإضغام عار من التشديد مع بقاء الغنة، فكونه عار من التشديد شابه الإظهار، وكونه توجد فيه غنة شابه الإضغام الناقصة، لذلك عرفوه بأنه حالة متوسطة بين الإظهار والإضغام عار من التشديد مع بقاء الغنة. ما خلقت ربنا ما خلقت هذا باطل سبحانك فقنا عذاب النار. طبعا النار، النار الألف هنا ألف الوصل وصلته فوق الألف، والابتداء أيضا فوق الألف، وصلة للحركة تتلى وبعد التنوين فتحت إلا فاجتف تركض ادخل اقتل انظري وسطا وفوق عادني لولا حري، والابتداء فوق لدى اللام خلا فعل ارتقى وغير لام تحت لا انضم ثالث له انضم ثالث له ففي الوسط كتب عوت من أقس والتحت انقط. سبحانك فقنا عذاب النار، رواية قال بن حفص عذاب النار، رواية ورش كل ما له به أتينا من الإمالة فبين بنا وفصل ولا يمنع وقف الرائي إمالة الألف في الأسماء حراء. هنا فقنا عذاب النار، أما ال هنا فهي ال الشمسية تسمى بال المضغمة عند التجويد. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، أي رواية الإمام ورش من الإمام قالون كذلك الإمام حفص. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته. هنا والخلف عن قالون في المفصل نحو ما أنزل وما أخفر عدم الإمتة هذا الوقت. فالإمام ورش في حالة الصلة يشبع المد المنفصلة، والإمام قالون له وجهان، وجه بالمد وجه بالقصر، والمعمول به القصر، وإن كان حميتي رحمه الله صدر بالمد ثم ثنى بالقصر حيث قال وصدر بالمد ثم ثني بالقصر، لكن هذا في حال التداخل تداخل الإشباعات وتداخل السوري، وقد قال صاحبه ما به خرجت فادخل الآخر، يعني أنك إذا خرجت بالمد تدخل به المد الموالي، وإذا خرجت بالقصر تدخل به المد الموالي وهكذا، وما به خرجت فادخل الآخر. فإذا خرجت بالمد تدخل به المد الموالي ولو كان منفصلا اللي قالوا، وإذا خرجت بالقصر تدخل به المد الموالي ولو كان متصلا للإمام ورش رحمه الله وهكذا. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وايت ورش فقد أخزيته نقل الحركة للإمام ورش تحقيق للإمام قالوا الإمام حفص فقد أخزيته. وقد اهتم الموريتانيون بنقل حركة الهمز فعدوها بعد النون وبعد الميم وبعد قل بعد إذ وبعد أنا، سائلا عن نظم النقل بعد قل عدده كحن يا صاحي قد نقل، كحن الكاف 20 والحاء 8، سائلا عن نظم النقل بعد قل عدده كحن يا صاحي قد نقل، قل اتخذتم قل فاتخذتم، قل فرأيتم قل رأيتم، قل بالله قل ذلك فعن، قل تعلمون قل تنبئون، قل فلا قل فأنبئكم، وقل فأنبئكم فافهموا، قل غير قل فغير فهنا، قل ندعو وقل أروني فما، فقل أسلمت فقل أنذرتكم، قل أعوذ معا قل إنكم، قل ولو وقل تعبدون، قل تحاجون، قل يوف هنا، قل انفقوا قل انزل فخذ لها، قل مرى قل أطيعوا، قد انتهى. طيب فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار، وما للظالمين من أنصار. طبعا الإمام مرش ينقل حركة الهمز من أنصار، الإمام قارون من أنصار، الإمام حفص من أنصار، طيب وما للظالمين، الله ورشهم فتحة الأمن ليطاء وضاء، ورش وما للظالمين قارون وما للظالمين، وما للظالمين من أنصار، وما للظالمين من أنصار،
ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. رواية ورش رحمه الله مد البدل للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، قصر لقالون ولغيره أيضا. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. رواية قالون في رواية حفص. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. رواية ورش رحمه الله. إننا إنني إننا إنني بالاتصال إن ناشئة الليل هي بالانفصال. إنني إننا إنني بالاتصال إن ناشئة الليل هي بالانفصال. طيب، إننا سمعنا مناديا ينادي، تنون قبل الياء حكم نظام الناقص، ينادي للإيمان رواية ورش، للإيمان رواية قالون، أنا من رواية ورش، أن آمنوا رواية قالون، بربكم فآمنا رواية ورش، آمنا رواية قالون فآمنا كذلك حفص. نعم متصل، نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. سيد أحمد تفضل. يا أحمد إذا معك سيد أحمد من الزلال. مرحبا والله سيد أحمد تفضل، الله يبارك فينا وفيك. الله يحييك ويبارك فيك، تفضل. يا الله صوت الكافرون رواية ورش عن ناس. بإذن الله، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. ما شاء الله، بارك الله فيك أستاذ سيد أحمد، تلاوة ما شاء الله جيدة و... مباركة. قل يا أيها الكافرون، هذا المدري للإمام ورش. قل يا أيها الكافرون، القصر هنا للإمام قالون. بارك الله هنا فيك، تلاوة جيدة ومباركة. نستقبل مكالمة أخرى إذا كانت. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا وأهلا محمد بويا، مرحبا مرحبا وأهلا، الله يبارك فيك. أم بارك الله هنا فيك، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنك في السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار يحكمه لبلاد الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتذكرون في خلق السماوات والأرض
ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. صدق الله العظيم. بارك الله فيك وشفاء الله وشفاهم من كل داء لا بأس طهرا إن شاء الله. الذين يذكرون الله قياما بتخفيف الياء قياما وقعودا وعلى جنوبهم وهكذا. نستقبل مكالمة أخرى إذا كانت موجودة. نواصل في التعليق حتى تردنا مكالمة أخرى. وصلنا إلى قوله تعالى ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ذكرنا هنا بأن الإمام ورش رحمه الله يشبع المد المنفصل في حالة الصلة ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. هذه رواية الإمام ورش رحمه الله. أما الإمام قالون ربنا إننا ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا هكذا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. رواية قالون رحمه الله من الإمام ورش ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. نعود إلى القارئ محمد بن عبد الله ليقرأ اسمعنا برواية قالون أيضا ثانية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار.
ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد صدق الله العظيم. طيب بارك الله لنا فيك، تلاوة ما شاء الله جيدة ومباركة. نستقبل إذا كانت هناك مكالمة. وريثما يحصل ذلك نعود إلى القارئ علي محمد فاضل يسمعنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصير ربنا إننا سمعنا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد صدق الله العظيم. طيب بارك الله فيك، تلاوة جيدة ومباركة. الذين يذكرون الله قياما وقعودا، قياما جاء هنا مخففة، قياما وقعودا كذلك أيضا وعلى جنوبهم يتفكرون في خلق السماوات والأرض. نعم متصل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا وعلى محمد بوي. حياك الله، حيا الله المشاهدين. أنا صحح الباب من صورة التكارب والسلم. بالله تفضل تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاسل حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون
ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم صدق الله العظيم. بارك الله هنا فيك بادئ ذي بدء الفاتحة يوم القرآن وهي السبع المثاني التي أعطاها الله سبحانه وتعالى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم وهي واجبة الصلاة عند جمهور العلماء لذلك ينبغينا جميعا أن نصححها وأن نتلوها تلاوة صحيحة مرضية عند الله سبحانه وتعالى ونراعي في ذلك حركاتها وشداتها وما خصه التجويد لها من أحكام. فاللحن فيها ينقسم إلى قسمين لحن جلي ولحن خفي. أما اللحن الجلي فهو إبدال حرف بحرف أو حركة بحركة. نعم متصل. السلام عليكم. وعليكم السلام سيد أحمد تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. يا أخي أنا صاحب بالذات ما يوجد وقت. تفضل تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. طيب بارك الله فيك. ذكرنا بأن الفاتحة هي السبع المثاني التي أعطاها الله سبحانه وتعالى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. ذكرنا بأنها واجبة في الصلاة عند جمهور العلماء لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وفي رواية لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. وهذه الفاتحة اللحن فيها ينقسم إلى قسمين لحن جلي ولحن خفي. أما اللحن الجلي فهو قسمين إبدال حرف بحرف أو إبدال حركة بحركة. إبدال حرف بحرف غيري لو قال غيري أو أنعمت عليهم لو قال أنعمت عليهم فهذا النوع يسمى باللحن الجلي وهو إبدال حرف بحرف مثل غيري لو قال غيري أو إبدال حركة بحركة مثل أنعمت عليهم بأن يقول أنعمت عليهم فهذا النوع حرام ويؤثم صاحبه نسأل الله السلامة والعافية. وكذلك مبطل للصلاة لغير العجمي. أما النوع الثاني من أنواع اللحن في الفاتحة فهو اللحن الخفي وهو مكروه عند القراء لإخلائه بجوهر القراء وهو ما كان من نقص في المدود والإظهار والإضغام والإقلاب والإخفاء وغير ذلك من الأحكام التي لا يطلع عليها إلا أهل الاختصاص. وقد أحسن من قال فأول علم الذكر إتقان حفظه ومعرفة باللحن من فيه كيف يجري فكن عارفا باللحن كما تزيله وما للذي لا يعرف اللحن من عذري. بارك الله هنا فيك أستاذ سيد أحمد والأستاذ كذلك أحمد بويا. الفاتحة أمرها عظيم وهي كما ذكرنا واجبة الصلاة عند جمهور العلماء ذلك ينبغي لنا جميعا أن نصححها ونتلوها تلاوة صحيحة نراعي في ذلك حركاتها شداتها وذلك من الأحكام التي خصها بها أهل الاختصاص فلا بد من مراعاة ذلك.
طيب، وصلنا إلى قوله تعالى: ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. سبحانك هنا نجد أن الباء هنا من حروف القلقلة، والقلقلة حروفها خمسة: قطب، جد، قاف، الطاء، الباء، الجيم، والدال. لكن هذه القلقلة على ثلاثة مراتب: قلقلة كبرى، وقلقلة وسطى، وقلقلة صغرى. أما القلقلة الكبرى فهي إذا كان حرف إذا كان حرف القلقلة مشددا في آخر الكلمة. القلقلة الوسطى إذا كان حرف القلقلة ساكنا في آخر الكلمة. القلقلة الصغرى إذا كان حرف القلقلة ساكنا في وسط الكلمة. سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته. هذه رواية ورش. المد المنفصل في حالة الصلة يشبعه الإمام ورش. المد لازم واجب أتى وجائز وهو بقصر ثبت. فلازم جاء قبل حرف مد ساكن حاليه وبالطول يمد. وواجب جاء قبل همزة متصلا جمع في كلمتي. وجائز إذا أتى منفصلا أو أرد السكون وقفا مزجلا. طيب، ربنا إنك غن ميما ثم نون شددا وسمي كلا حرف غنة بدا. إنك من تدخل النار فقد أخزيته. فقد أخزيته رواية الإمام مرش نقل الحركة. وطبعا اهتم الموريتانيون بنقل الحركة للإمام ورش فعدوها بعد الميم وبعد النون وبعد قل وبعد إذا وبعد أنا. فهاك نظم النقل بعد الميم فصله حكما من التعليم. أمرموا أمراد أمرتم لمخنه وما نام منتم. أحسب لم اتخذ لموتى لم أدري لمشرك كذا من تانهكما إذ لم أقل قل لك لم أكن ولم أكو في رسمك كما أهلكنا كما أنبتنا كما أرسلنا منتم ومكفروا ومنزلنا لم أعهد ولفظوا يعلمنا إلا في العنكبوت اتصلنا وليحكم أهلو وكذا برمزك والحمد لله العلي وعلو. وكذلك أيضا بعد النون المضمومة فهاك نظم النقل بعد النون مضمومة عشرون مع حرفين فإن أعطوا فإن أحصرتم ثم قل فلن أكلم من أوتي نقل من استسين أوتيتم يا صاحي ومن أولئكم فخو صحاحي من أمة من أختها كذا أتى من أنثى إن نريد خذها يا فتى أن أنكحك وأن أخالفكم وأن أبدل فخذها لكم أن أخرج أن أسلم لن أرسل من أكره إن أمهاتهم تلا لئن أخرجتم لئن أخرجوا لها من أوفك يا صاحي تم عدها. إذا اقسموا إذا اجمعوا إذا نرى إذا انتموا إذا بقى إذا ادبرى إذا وينا إذا وحينا إذا يدتك إذا والفتية أوحيت أمرتك إذا ارسلنا ارسلناه وأعجبتكم أخرجني أخرجه وانشاكم إذا انجنا وإذا انجيكم فاقلي إذا سر وإذا أخذ أخذناه بالنقل. يستعيدا عن النقل الذي يرى بعد أن في عدنا مشتهرا وغير ذا من لفظهن فاحملا فنسأل الله التقى مع العلا أنسلم وننذر وعبها وندو ونتلو ومثلها ننذري أنكنا نقم ونفض ونوحنا يفاهم أنقل نرسل معنا الشقى ونخرج ونلقي محققا نعمل نراد نظفرك أنزد نرضعيه نسألك عنهم ونعبد نشكرا وزد كذا ننصحا نذكرا ونقم وجهك يا أخي فاسلك سبيل الرشد لا للغي. هذا طبعا قليل من كثير مما اهتم به الموريتانيون في علوم القرآن. فلا توجد كلمة من القرآن تشتمل على ثلاثة حروف إلا ولها قاعدة ولها شواهد ولها أحكامها في الرسم والضبط والتجويد ولذلك. طيب، سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. رواية ورش من أنصار رواية قرون. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أنا آمنوا بربكم فآمنا. هذه رواية ورش من الإمام قرون.
ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا هكذا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. هنا ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي هنا التنوين طبعا قبل الياء مناديا ينادي، لكن هذا التنوين لا يوجد فيه شدة مثلا مناديا، هنا بالتخفيف مناديا ينادي، لا نقول مناديا ينادي، لا هذا خطأ، مناديا ينادي، فالياء هنا ليس مشدد وإنما عليه التنوين. وسط التحريك ويلا ولا حييك هي هو الحيوان فعلا، شدد كقوة العدا كماتيا، للوزن نادي صرخ أمان ناسيا، لم ابن مطوي واقصر احمي بقرض تال، وصيجها لرهب زكير وهدي بتا، تحية لي العشية ذرية عصية، شرق غرب أمن مبنية، كلومي قوام كزوج طفتي بو بغصا أو صوي خلو واحد جو، أيام ومعرا وسوى لم يعرضوا كالبيت أتوفعين اثنين رو، شددهما من بعد نون مقطعي وبعد تنوين قراءة فعي. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. طبعا نختم إن شاء الله تعالى برواية ورش هذه الحلقة المباركة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصير. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. طبعا مع البرير للإمام ورش رحمه الله، كذلك أيضا من أنصير للإمام ورش، وكل ما له به أتينا من الإمالة فبين. مشاهدي الكرام، لا شك أن الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك. باسمكم أشكر الطالب محمد الأمين عبد الله، كما أشكر الطالب علي محمد فاضل، والشكر موصول للفريق الذي كان يشرف على هذه الحلقة المباركة. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. رحم الله امرأ منكم دعاء الخير ودعانا بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل،